السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي زيارة في الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في إمارة الشارقة وبالتحديد أكثر في منطقة الزبير، ومع الأخ مساعد. صراحة المزرعة جميلة جدا. وش اللي عجبني في الأخ مساعد؟ مسوي 4 تجارب، مكان تبريد ومكان زراعة خارجية في الأصايص وزراعة خارجية في الأرض بنشوف بعد قليل، وزراعة تحت النت الأبيض المغطى عن الحشرات فقط بدون تبريد. كذلك الشيء الآخر اللي تشوفوه هناك مغطى بالنت ولكن يستخدم الهواء اللي خارج من منطقة التبريد. 4 تجارب رائعة جدا جدا، وهو يعرف كيف من وين الأحسن. طبعا على كلام الأخ مساعد قال أفضل مكان هو المكان اللي يخرج منه وش الهواء المبرد من هنا، وإحنا رايحين نشوف إن شاء الله باستخدام فقط نت بدون تبريد كامل. هناك الأمور طيباتي والأمور هنا أيضا طيباتي. ممكن نشوف ده بندخل داخل، ما تستعجلوا، بس بنبدي أول شيء المكان المبرد هذا إن شاء الله وندخل داخل ونشوف. الأخ مساعد ما شاء الله من الأشخاص اللي هم مجمعين عدد كبير جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل ونشوف الأمور كيف عنده. هذا مبرد، شغالات المراوح. ها ما شاء الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. هذا يا طويلين العمر كيف عنده الإنتاج طيب وعنده تنوع كبير جدا، وعلى فكرة يبيع شتلات، بحط لكم رقمه بعدين وبخبركم بباقي التفاصيل. شوف ما شاء الله المكان مبرد، واسمحوا لنا عاد على صوت التبريد. خلينا نشوف كيف انواع كثيره جدا 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 واحجام طيبه رائعه عند الاخ مساعد. الاخ مساعد ينتج شتلات وكذلك ينتج ثمار. طبعا انا زيارتي حاليا فقط لخوض التجربه اللي ممكن نشوف ويش عنده من الاشياء ونستفيد من النت الابيض، كذلك نستفيد من الانتاج اللي عنده ومن التجاربه. عنده تجارب كثيره، وصراحه اللي يحب من عنده شتلات فيه عنده شتلات كبيره وطيبه جدا جدا ورائعه. والثمار كذلك يقوم بعمليه تسويق الثمار وانتاج رائع ومتواصل. احنا حاليا في عز الحر والانتاج عنده، شوف ما شاء الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، انتاج رائع. وما نريد نطول عليكم في هذا لانه عندنا 4 مواقع لازم نغطيهم وبيكون المقطع طويل، ولذلك ويش خلينا شوف الشتلات. هذه الشتلات اللي معروضة للبيع في أصناف كثيرة جدا، وبحط لكم أنا رقم الأخ مساعد إذا حبيتوا أي أصناف. شوف شتلات كبيرة وقوية ورائعة جدا، وأغلبيتها أتوقع أنها ترقيد هواي. ترقيد هواي، نعم أغلبيتها ترقيد هواي، كلها إن لم تكن ترقيد هواي. هذا هو الموقع الأول، وصراحة رائع جدا وإنتاجه طيب. شوف ما شاء الله، طبعا اصنافها اصناف عديده ومتنوعه. هذه الطريقه اللي يستخدمها في الترقيدات الهوائيه. وشوف هنا الاحجام، احجام طيبه رائعه جدا جدا، اللهم صلي وسلم. شوف على الاحجام، اللهم صلي وسلم. احجام ومكان ما ودك تخرج منه. شوف مكان ما ودك تخرج منه اطلاقا. زين نروح عندنا حال موقع اخر. الموقع الثاني اللي هو نص مبرد، نقدر نقول يعني الهواء اللي يخرج من منطقة التبريد يدخل هنا وعامل نوع من الرطوبة الزائدة إن صدق التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الموقع الثاني، هذا اللي هو الأخ مساعد قال يعتبر قد يكون أفضل مكان بعد تجربته. ليش؟ نص مبرد، لا هو كما يقال درجات حرارة خارجية. هذه الشتلات، إذا حبينا نتكلم عن الشتلات، شتلات طيبة، شتلات يعني شوف ما شاء الله تنقاسم، شتلات طيبة ورائعة جدا. عنده تنوع أيضا هنا، وتنوع كبير جدا من الأصناف. شوف ما شاء الله، حتى أنا صراحة ما أقدر أقول الأصناف، الأسبان الأصفر الجامبو وما شابه ذلك، في تنوع. واللي عجبني في الأخ مساعد شخص يحب التجربة، ما يحكم على أي شيء إلا وش بالتجربة. ما أبغى أدخلكم أعرفكم تبي الدخلة في المكان اللي فيه إثمار، ولكن خلينا نجيكم في مكان آخر. أصنافها أنا ما أعرفهن، أول مرة أسمع أسمائهن رغم أني مريت كثير من المزارع، لكن صراحة واجد. شوف هذا الصنف رائع، والحلو أنه تتوفر شتلات معه، يعني الأمور طيبات. الشيء اللي تشوفه هنا السلطاني، يمكن يكون أنا أفضل مكان شفت فيه تجمع سلطاني بهذه الطريقة عند الأخ مساعد. رائع جدا 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 السلطاني، شوف مبدعة، حتى هو مدحه قال السلطاني لا يا
يعتبر من الأصناف الطيبة. شوف ما شاء الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ونفتر فر بعدنا شتلات، يا عاقبني أنا الأخ مساعد في الشتلات، شتلات طيباتي عنده مرة. شوف اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وتنوع وما يبيع غير الزين كله، وشخص مختص يعرف الأشياء، يعرف إن شيء اسمه نيماتودا، ما أي شخص بس عادي. وأمور هذا الكمثري، الكمثري يقول عنده في نسبة تساقط في الشجرة. إحنا ننقل طبعا، ننقل المصداقية، ما يهمنا أي حاجة فيهن، هذا بعض الأصناف النادرة اللي عنده، والأمور هنا طيباتي. إذا هذا هو الموقع الثاني، وبقالنا موقع واحد، وطبعا الزراعة الخارجية بنغطيها على مرورنا. هذا مدام باين دخله، خبرتوني قلتولي باين دخله، هنا ندخل هنا شوية نضرب قولة سريعونة. شوف ما شاء الله، سألته الأخ مساعد قلت ليش شالين الأوراق، قال يقول لسهولة العمليات الخدمة للأشجار وما شابه ذلك، وكذلك في عنده إصابة بسيطة لصدى التين. هذا صدى التين اللي ما يعرف صدى التين، عنده إصابة بسيطة، لكن حاولوا طبعا. ليش الإصابة؟ بسبب الرطوبة العالية داخل الموقع هذا. ونروح عندنا للموقع الثالث، وهذا الموقع الثالث رايحين ندخله. وطبعا التجربة الرابعة هي الزراعة الخارجية. هذه شوف زراعة خارجية، وفي زراعة في أسس، واللي في الأسس أصلا كان معروضات أيضا للبيع، يمكن يتوقف حاليا في البيع بالنسبة للموسم. عاد هذا الأمر رجعوا له هو، أنا الله أعلم كيف طريقته في عملية بيع الأشجار اللي في الأسس الكبار. على العموم ندخل الموقع الأخير والرابع، واللي هي زراعة مكشوفة، عفوا زراعة داخل النت ولكنها خارجية. هنا إبداع، إبداع بما تحمله الكلمة من معنى، والإبداع إبداع رباني في الأسبان الأصفر الجامبو. شوفوا ما شاء الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، يعني شيء 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 من الآخر عند الأخ مساعد. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، حاجة تفرح. شوف شوفوا، هل ودك تخرج من هنا؟ على فكرة ترى ما مبرد، لا مبرد ولا نص مبرد، بس اللهم النت. ليش النت؟ له يعني كما تقول هدفين عنده، واحد لعدم دخول الطيور والحشرات، واثنين كذلك لتقليل إشعة الشمس في فترة الصيف. أمور طيباتي. على فكرة أنا حاليا أصور الساعة 1 ظهر، للعلمة أنا أصور الساعة 1 ظهر، وتقدر تقول في بداية شهر 6، يعني ويش شوف الأحجام، بداية شهر 6 في الصيف في زراعة خارجية الأسبان الأصفر الجامبو. صلوا على الحبيب محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وسلم. شوفوا ما شاء الله، الأسبان الأصفر الجامبو، كيف الأمور يا شباب؟ الأمور طيباتي ولا ما طيباتي؟ طيبات الأمور، الحمد لله رب العالمين. السلطاني ما عنده، ما في شفت الإنتاج مثل هناك، لكن يمكن يكون خلاص تم قطفه، ولكن ما زال منتج والحمد لله رب العالمين. الأسبان الأصفر الجامبو كذلك في الجزء الآخر هناك، براون تركي. شوف لكن على كلام الأخ مساعد يقول في الصيف الأسبان الأصفر الجامبو أفضل عن البراون، صح أخوي مساعد؟ صحيح، أيوة الأسبان الأصفر الجامبو أيضا الأخ. حتى في هاي الأيام، حتى في هذه الايام افضل من الخارجي هذاك، خلاص أيوة. وقفت بيع، ايوه اخذ من الاصفر بس، والاسباني الاخضر. الاسبان الاخضر ايضا الاخ مساعد يشكر فيه بكثير، ويقول يعتبر من افضل الاصناف، وتستخدمه تجاريا. تجاريا صح انه مش غزير، ايوه، لكن جودته وطعمه في طلب عالي عليه. ايوه طبعا معروف الاسبان الاخضر في الطعم، وفي ايضا في الحجم، ولذيذ جدا، وكذلك اموره ان شاء الله وش طيباتي. شوف ما شاء الله على الأسبان الأصفر، يتميز بالغزارة الأسبان الأصفر وينعرف، والحمد لله رب العالمين. وجزاك الله خير أخوي مساعد، تعال يا الحبيب تعطينا آخر كلمة، ويكون صورة حيث جنب شيء طيب، عشان يكون وش أمورك مرة طيباتي. الله يا طويل العمر، التين يعني هو بالنسبة لي هواية، أيوة، وهواية جميلة جدا، وأنصح فيها أي شخص عنده أي نوع من الزراعة في البيت يجرب يزرع تين في البيت، ويشوف المتعة اللي موجودة في زراعة التين وفي أكل التين من البيت. دائما أيوة. بيكون أفضل من أنك تطلبه من شخص وتشتريه وتأكل في البيت، صح. أجمل وأفضل وأجود، فأنصحكم بالزراعة المنزلية. جزاك الله خير أخوي مساعد، وبارك الله فيك. ممكن تذكر بعض الأصناف اللي موجودة عندك بصورة سريعة؟ بنقسمهم إلى قسمين، أيوة. القسم الأول هو اللي بعد التجربة شفناه ناجح تحت الأشعة
او تحت الزراعه الخارجيه ايوه او تحت التور اللي غير مبرد ايوه السلطاني جاسم براون الاسباني الاصفر الاسباني الاخضر العجلوني فايوليت دي سيليس هذا نوع فرنسي في نوع عندنا الحين ياسين نجربه ماخذينه من مزارع المرحوم اسمه السوري العسلي بس ما لقيت عن حد ثاني شفت انه خارجي اكثر جيد اكثر من انه يكون مزروع في جرين هاوس او في نت هاوس ايوه فهذا الحين بنكاثر منه حق السنه الجايه والتجارب مستمرة يعني اللي نحصله نشوفه زين ينزرع خارجي ننصح فيه الناس وطبعا في قسم ثاني اللي هي الأصناف اللي لها أسامي موثقة عالميا أيوة. هذا في مجموعة يعني يمكن إلى 30-40 صنف يمكن موجودات شيء منه ننصح فيه بس طبعا في الزراعة اللي هي في البيوت المحمية أيوة. اللي ما جربناه برا أيوة. وما شفنا إنتاجه وشفنا إنتاجه ضعيف إلى معدوم ما أنصح اللي مشتري يأخذه إلا إذا كان عنده بيت محمي أها جزاك الله خير أخوي مساعد وأحط رقمك أنا إن شاء الله إذا في أي استفسارات أو استفسارات أو حتى ناس تبغى شتلات أو ثمار جزاك الله خير على الواتساب يبعثون مسجات إن شاء الله رد عليهم تم 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 أخوي مساعد بارك الله فيك وأحسنت وجزاكم الله خير ويلا مع السلامة والأمور طيباتي.